ليه ما صيفتيش في الساحل السنه دي؟ مش وقت ومفيش فلوس. ما انا لسه صيف. ما كانش في فرصه متاحه للواحد يروح يعني بسبب ظروف الشغل. ما طب ما طلعناش مصيف السنه دي. مش فاضي. صيفت في اسكندريه. لا الحقيقه مش في الساحل السنه دي. لا من مشغوليات فالواحد ما عرفش يطلع مصيف السنه دي. مش عايزه. اكيد عايزه بس عايزه. منفاش ظروف الشغل وزائد من الموضوع بقى مكلف جدا شويه. طب لو جالك فرصه تصيف في الساحل ولا في الغردقه؟ ساحل شرم عين سخنه ايوم يا اخو هيطلع في مصر. مصر مطروح. ممكن اي حته مش ممكن السخنه او مرسى مطروح برضه. والله هو البحر الاحمر كله كويس طبعا مش مشكله اي فرصه. لا في الساحل عشان الجونه عشان ما اروحش الجونه والزمالك لسه خسران.